قضى 50 عاما يقدم شغفه وموهبته بإبداع، تحول إلى أن أصبح مدرسة في التلحين والفن والموسيقى. امتد هذا الشغف إلى الحد الذي جعله يفتح في منزله فصلا دراسيا يسقي زواياه بالنغم، ويوصل هذه الثقافة لكل الأجيال الراغبة في التتلمذ على يديه. بصمته الفنية خالدة في أعمال لا تنسى، سلام الله يهاجرنا، أسمى رحليوة، شربة من زمزم، وغيرها الكثير من الأعمال التي قدمها خلال مسيرته. حبه للموسيقى لم يقف عند الموهبة فقط، لكنه غذاها بالتعليم في مصر وفي بريطانيا. سيظل اسمه محفوظا في ذاكرة الفن، وتظل سيرته حية يحملها طلابه وأعماله. غادرنا ولكن إرثه باق لا يغادر، الفنان الكبير غازي علي رحمه الله.